طيب خلينا نروح فنيا للمباراة، شايف المباراة فنيا ازاي؟ فريق شباب بلوزداد، يعني عندما ترى مجموعة النادي الأهلي أول فريقين تقول إن الأهلي أول وشباب بلوزداد تاني. ان شاء الله زي ما انت بتقول كده، ولكن انا خليني استشهد دايما باخر مباراه لعبتها قدام بلوزداد. انا فكر المدرب بتاعه اشتغل معاك هناك ازاي لما لعب معاك بس ده من السوبر، زمان. هو لعب معاك السوبر وانت كنت لسه ما يعني خارج من فتره اعداد ومش ما عندكش مباريات حطيت رجلك فيها. كل ده بس انا بتكلم على الفكر، هو بيتعامل معاك ازاي، بيشوفك ازاي. حضرتك تقصد الفرق الجزائريه بتتعامل مع النادي الاهلي ازاي؟ بيشوفك ازاي، او عارف قوتك قد ايه، وعارف هو بيلعب مين، احتراماته ليك في الملعب على اساس خططه هو. يعني انا شفته بيلعب ضاغط عليا من في الماتش اللي فات، وعايز يبقى له سبق التهديف، وعايز يبقى له وجود. سبق التهديف دايما احنا في الفتره اللي فاتت دي كلها وانا بلاحظ النادي الاهلي بلاقيه ان احنا السبب في كل حاجه. يعني غلطه، ميس باص، ضربه جزاء ما كانش المفروض تحصل، ضياع كم من الفرص رهيب بالنسبة لنا احنا، بيخلي الفرق اللي قدامنا عندها تشانس ان هي تبقى معاك دايما في المباراة، بدل ما انت بتبقى انت ليك السبق بالهدف والتاني انت بتضيع هدف واثنين وثلاثة، فمن الطبيعي الفرق اللي قدامك ممكن ان هم يروحوا يجيبوا جول عادي جدا، ده مشروع. وبعدين دي فرقة كبيرة مش فرقة صغيرة، يعني طبعا عايز على بطولة. حضرتك كنت بتتكلم على شباب القبائل، البلوزداد. شباب بلوزداد، انا اسف. الفكر اللي كان موجود الماتش اللي فات ان هو بيضغط عليا بكل قوته، او بيحاول يجيب جول من بدري، الحاله البدنيه بتاعته وهو واقف على رجله واقف لسه. على رجله لسه. انا بقى بالنسبه لي، انا هو في المباراه اللي فاتت الاهلي واتحاد العاصمه اللي هي السوبر الافريقي، حضرتك هنا بتستشهد بطريقه اللعب الجزائريه اجريسيف، بيلعبك اجريسيف جامد جدا، بيلعب عليك ضغط جامد جدا بالطريقه الجزائريه اللي انت عارفها، اللي فيها خشونة وفيها كل حاجة، كرة بيحاول يخرجك من تركيزك، صحيح، بيحاول يعمل لك أي حاجة ما يخليكش أنت الأهلي في ساعتها أو في حالتك. فبتبقى في عوامل كتير قوي بتحصل كده. نهينا عن ممكن كمان الشكل التحكيمي، يبقى أنت الشخصية بتاعتك وأنت بتلعب أنت ما بتاخدش بالك من حاجات معينة، هما بيحاولوا يزقوك في كذا حاجة، يخرجك عن تفكيرك، يحاول يجيب فيه جول الاول، عارف ان انت لما بتيجي تعمل الكامباك مش بيبقى سهل، صحيح، يعني ممكن تتعادل في اخر الشوط الثاني او تتعادل في الشوط الثاني ويروح لضربات جزاء او يروح لحاجات زي كده. ف انا المره دي انا بقى عندي مباراه زي ما انت قلت، ده كان زمان يعني من فتره، مش بالاعداد اللي انا فيه ده، مش بالمباراه الجيده اللي انا لعبتها الشوط الثاني بتاعت يانج افريكانز. يعني انا عندي بس حاجه عايز اتكلم فيها، ودي توفر عليا حاجات كتير قوي من مراقبتي للمباريات ومراقبتي للعيبه نفسها، ماتشات الاهلي يعني. خاصه الفتره اللي فاتت دي في التشكيل. انت تملك في كل مباراه انك تلعب 4 2 3 1 او 4 3 3 حسب انت بتلعب فين وبتلعب مع مين وقوه المنافس اللي قدامك، ولكن انت عندك سكواد تقدر تطلع منه لعيبه يخلوك في حاله متوازنه جدا دفاعيا وهجوميا، وتمسك زمام الامور من نص ملعبك، لان النادي الاهلي هو ايه؟ نص ملعب واطراف، صحيح. واي حد هيلعب في ال 18 لو جات له كره سليمه او الهجمه مظبوطه او تصويبه كويسه او فولو اي هيجيب جول. يعني سيبك من قصه انا ما عنديش راس حرب، لا عندي راس حرب، عندي كهرباء. طيب عندي كهرباء، معلش قبل ما نتكلم بس على انا في نقطة مهمة عايز اقولها. طيب اتفضل. انا عندي لعيبة ما تقدرش اسلام او استقدم عليها لعيبة او انا جبت لعيبة او اشتريت لعيبة زي امام عاشور مثلا. امام عاشور انا لحد دلوقتي شايفه لا بيدافع ولا عارف يهاجم ولا عارف ينفذ لك النو هاو بتاعه اللي انت شاريه عشانه. ليه؟ ان امام عاشور بيلعب في نص الملعب از بلاي ميكر واز ديفندر ومكمل تحت رقم 10، يعني كمان عايز يبقى رقم 8، ده هيبقى صعب قوي. وعندك عندك حلول لا بس انا على عكسك على فكره يا كابتن. ما انا هقول لك ليه، انا بقول لك انا عايزه فين. وسهل جدا ان امام عاشور ده يبقى هو ناحيه الشمال، هو اللي بيلعب ناحيه الشمال وينج ليفت جناح، وحسين الشحات في الحته المفضله بالنسبه له الجناح الايمن، كويس، وكهربا في النص.
ان كان بيرستاو بقى او حسين الشحات حسب ما المدير الفني بيشوف، ولكن انا بشوف حسين الشحات. وبعدين عندك قفشه في نص الملعب والاثنين بتوعك ديانج ومروان عطيه. انا املك السداسي ده، املكه كوره اقدر اغير فيه زي ما انا عايز، انا املك كوره، بس ده بيحصل في الملعب جدا. واملك بلاي ميكر اساسي في الملعب، ما انا دايما بروح للنسخه الثانيه في الشوط الثاني. ما هو يا كابتن، انت شفت التغيير جه في ده اول مره يحصل. ماشي، وكلنا كنا حاسين ان امام مش اوت فورم. لا انا بشوف اوت بوزيشن. صح، ده الحته اللي لكن انا لكن انا عايز اقول لك عليها بس. طيب، انه هي از اوت بوزيشن، هو مش في المكان من وجهه نظر حضرتك. صح، المرتاحه ليه. طيب، انا بشوف ان امام عاشور ادى بشكل جيد جدا الفتره، وجهه نظري الفنيه ان هو ادى بشكل جيد جدا الفتره اللي فاتت باستثناء المباراه السابقه بس. انا مش بقيمه. انا لا، اصل حضرتك انا عايز اريح. ما هو انت في الاول، انا كشريف انا فاهم، انا عايز اريح امام عاشور، فازاي استفيد منه كومبليتلي؟ ازاي الراجل ده خطر فين؟ الراجل ده من وينج ليفت لو عدى لجوه وبيشوط دي من احسن الحاجات. الراجل ده لو عدى لجوه وطلع له علي معلول من ورا وحطها له واتلعبت بالعرض، عندنا ميكانيزم وعندنا عندنا حاجات انا اقدر اسهلها على نفسي وعلى اللعيبه. ايوه، بس ده بيحصل. يعني اقصد انه هذا الثلاثي، هقول لحضرتك هذا الثلاثي، انا هقول لك وجهه نظري برضو ونتناقش، ان هذا الثلاثي اللي بيبقى دايما، خلينا نتكلم في معلول باك ليفت، وقدامه بيلعب غالبا حسين، وعلى يمينهم او جوه شويه بيلعب امام. وبتحصل او اللفه اللي بتحصل انه حسين بيخش لجوه بيطلع امام لبره، وبتتلعب من علي لامام. انا شفتها كتير في الماتشات، وبعدين ما شفناها ما احنا خسرانين ثلاثه في وان سايد. يعني انت بنعمل دي وبنعمل دي، انتوا دايما واحده وانس بس يوم ما اتعمل ال1 2 خدت بالك بالكعب وراح حاططها له تاني، حطيتها في العارضه راح بيرستاو جايبها. عملها ازاي؟ بدأها منين؟ بدأها من ناحيه الشمال. طيب، زي ما انت بتتكلم. ده اللي انا بقوله. ده في حاله في حاله لما انا ابقى توب فور، مش شايف نفسي انا كده كويس، فالعب في اي حته، اعمل اي حاجه، اروح اجيب الكره واجيبها واعدي وراها. انا بسمعكم في الاستوديو التحليلي وحضرتك بتتكلم، دايما تقول انه دي جمله بتتعمل، ان التغيرات، او حضرتك تقريبا اللي بتقول، او حد يعني من اللي موجودين بيقول ان دايما التغيرات اللي بتحصل ان في جمله بتتعمل. معنى ان في جمله بتتعمل معنى ان في حاجه متحفظه ان هي تتعمل، سواء امام، سواء حسين، سواء علي، سواء اي حد من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين بيرسي، عشان ما بقاش بس يبقى ايه. اصل كان في معانا كمان لعيب جه اسمه رضا سليم، اشتغل في الحته دي برضه شويه. صحيح، اللي هو الاصابه ربنا يرجعه بالسلامه. حصل كان دخول بقى، دخول ناس بقى، حسين الشحات بقى هو في الحته دي تاني، او علي معلول اتاخر رخر وجه كريم الدبيس. حصل برضو عدم استقرار وهارموني في الحته دي. فانما انا سهل عليا. هو هنا حضرتك بتتكلم على الحته دي؟ انا بكلمك كلاعب كوره اسلامي. لا، حضرتك بتتكلم على الحته دي تحديدا ولا عموما؟ الحته دي مني للجون، الحته دي كات جون.